تفاعل الفلزات مع الأكسجين. تتفاعل الفلزات المختلفة مع الأكسجين بمعدلات مختلفة، وبالنظر في سلسلة نشاط الفلزات فإن النشاط يزيد من الذهب إلى البوتاسيوم وتقل بالعكس. وعندما نضع فلزا شديد النشاط في الهواء فإن السطح شديد اللمعان للفلز يفقد بريقه ويتحول إلى سطح خشن، وتتكون طبقة من أكسيد الصوديوم على السطح. يتفاعل 4 مولات من الصوديوم مع الأكسجين ليعطي 2 مولين من أكسيد الصوديوم Na2O. لذا لكي نحمي الصوديوم من أن يفقد بريقه يجب أن يظل مغطسا في زيت معدني أو الجاز. وفي الظروف العادية فإن فلزا مثل المغنيسيوم لا يتفاعل مع الأكسجين، ولكن عند تسخين شريط من المغنيسيوم في وجود الهواء فإنه يحدث له احتراق مع ضوء أبيض لامع ليعطي أكسيد المغنيسيوم. يتفاعل 2 مولان من المغنيسيوم Mg مع الأكسجين O2 ليعطي 2 مولين من أكسيد المغنيسيوم MgO. تتفاعل فلزات مثل الألمونيوم والزنك مع الأكسجين في الهواء الجوي لتعطي طبقة رقيقة من الأكاسيد على سطح الفلز، وهذه الطبقة تحمي الفلز من التأكسد وبذلك تحمي الفلز من التآكل. تكون فلزات مثل النحاس أكسيد النحاس عند تسخين شريط فلزي رفيع من النحاس في وجود الهواء على لهب بنزين، فإن طبقة سوداء من أكسيد النحاس تغطي سطح الفلز. عند تسخين 2 مولين من النحاس Cu في الهواء فإنهم يعطوا 2 مولين من أكسيد النحاسوز CuO. ولكن بعض الفلزات مثل الفضة والذهب لا تتفاعل مع الأكسجين حتى عند حرارة عالية، ومن ثم فإنهم يستخدموا في الزينة لأن لهم نشاط قليل جدا ولا يحدث لهم تآكل. طبيعة أكاسيد الفلزات. أكاسيد الفلزات قاعدية في الطبيعة، على سبيل المثال عند إذابة مسحوق أكسيد الصوديوم الأبيض في الماء فإن الملح يتفكك ليعطي محلول هيدروكسيد الصوديوم وأكسيد الصوديوم Na2O. عند إذابته في الماء H2O فإنه يعطي 2 مولين من هيدروكسيد الصوديوم NaOH. ومع ذلك فإن بعض أكاسيد الفلزات تكون أكاسيد مترددة، على سبيل المثال أكاسيد الفلزات مثل أكسيد الألومنيوم Al2O3 عند إذابته في حمض كلوريد الهيدروجين يعمل كقاعدة ويكون محلول كلوريد الألومنيوم. وبالمثل فإن أكسيد الألومنيوم يتفاعل مع قاعدة مثل هيدروكسيد الصوديوم كحمض ليعطي ألومينات الصوديوم. ومثل هذه الأكاسيد التي تعمل كقاعدة في وجود الأكسيد الحمضي وكحمض في وجود الأكسيد القاعدي تسمى أكاسيد مترددة. ومثال آخر للأكاسيد المترددة هو أكسيد الزنك ZNO.